ازيكم ازيكم اعزائي متابعي القناه. فيديو جديد ومهم جدا عن ان مصر بتضيق الخناق على السوق السوداء للدولار عبر هذا القرار المفاجئ. طبعا عشان نشوف الخبر دوت ونقراه اشترك في القناه عشان يوصلك كل ما هو جاد ومهم ومفيد. واحنا كمان باشتراكك بنوصل لمحركات البحث زي جوجل ويوتيوب. طبعا القرار ده مهم جدا لانه هيدعم الجنيه بالذات ان هو جاي في وقت بعد خبر البريكس وانضمام مصر وخمس دول تانيين كاعضاء جدد لتكتل البريكس الاقتصادي وتشكيل ما يسمى ب بريكس بلس. طبعا موضوع دوت البريكس جه طبعا كان شكل ضربة قوية لسعر الدولار قصاد الجنيه، يعني طبعا كان في صالح الجنيه طبعا، لانه في حالة ان مصر دخلت المجموعة ديت بريكس فممكن تتبدل عملتها مع العملات المحلية، وكمان في احتمال ان هو قد تصدر عملة بريكس مستقبلا. كل دوت بيدعم او بيقلل من الدولار بس مش على مستوى الجنيه المصري لكن عموما. طيب ايه بقى قصة بقى ان الحكومة بتضايق الخناق اليومين دول اللي هو صدر القرار صادر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي امبارح الخميس 31 اغسطس. الحكاية ببساطة ان هو قرار ذكي جدا ومهم جدا، اللي هو ان هنا عمل زي نوع من الضبط والزم ان عملية تبديل الدولار بالجنيه المصري والتحصيل يكون بالجنيه المصري، وتكون في مستند يبين ان هو التبديل دوت الدولار بالجنيه حدث داخل احد البنوك المصرية او المؤسسات الحكومية المصرية بعيدا عن السوق السوداء تمام. فطبعا ده بيضيق الخناق ويقلل عملية البيع والشراء خارج ظهر الحكومة. يعني بمعنى اخر هو كده التبديل هيحصل ب 31 جنيه على اساس ان سعر الدولار 31 جنيه. طبعا دي مهمة جدا. هو كده وده يوريك ان قد ايه برضو ان الحكومة هتحصل مبالغ حلوة جدا في فرق السعر. دي نقطة. النقطة التانية ان 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 كده الجنيه السعر الدولار جنيه في السوق السوداء هيهبط، وفعلا هبط بعد الخبر ده، هبط من حاجة واربعين الى حوالي 39 ومتوقع يوصل ل 38 و37 في الايام اللي جاية. طبعا الموضوع دوت مهم جدا. ليه بقى؟ لانه هيشجع الاقتصاد المصري، هيشجع بالذات الشركات اللي تداول في البورصه اللي هي عليها قروض اجنبيه، قروض بالدولار هتنتعش. يعني لو انت عندك فكره عن بالذات الشركات العقاريه اللي هي عليها مديونيات دولاريه دي هتقفز في جلسه الحد، فالحق على طول يوم الحد اشتري في الشركات اللي عليها ديون بالدولار، لان هنا في فرق عملة حوالي 3-4 جنيه وكمان ممكن يزيد بسبب البريكس وبسبب الموضوع القرار ده، وممكن برضو فيه يكون قرارات مماثلة. طب دي نقطة. النقطة التانية الواردات اللي هي بتاع قطع الغيار والحاجات الأساسية للصناعة برضو هتتحسن، فبالتالي ده هيأثر على سعر التضخم اللي حاليا في مصر الموجود دلوقتي. يعني الحاجات اللي هي الغالية بالذات قطع الغيار والحاجات ديت والحاجات اللي هي مرتبطة بقطع الغيار والصناعة هتلاقي السعر بذابك كده بتنزل انت التضخم والايه والاسعار الزيادة. طب دي نقطة. النقطة التالتة ده يوريك ان في اجانب كتير عايشين في مصر، والاجانب دول بقى مستفيدين من اقامتهم طبعا، فهنا انت بتشركهم ان هم يساعدوا في النهضة مصر الاقتصادية، او ما انت عايش فيها ما انت لازم تحمل شوية، صح غلط تمام. ايه كمان في نقطة حلوة جدا،
انا قريتها هقول لك عليها دلوقتي. اه، يجب على الاجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعيه، اللي هم الناس اللي مش موفقين اوضاعهم زي السودانيين والسوريين وكده وغيرهم، ناس كتيره يعني شباب، وناس من بلاد متقدمه واوروبيه مش تبقى عارف يعني، توفيق اوضاعهم وتقنين اقامتهم الشريطه وجود مستضيف مصري الجنسيه، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات اداريه بما يعادل $1000 أمريكي. مبلغ حلو مش وحش. طب ايه كمان؟ ده بيفكر ايه؟ مصر هتحول لدوله خليجيه؟ عارفين لما بروح نشتغل في الخليج يقول لك انت لازم يكون عندك كفيل شبهها، على فكره شبهها يعني. ده برضه يوريك ان مصر بلد مطلوبه. هي ولادها بيسيبوها يشتغلوا بره، بس برضه هي بلد فيها حاجات حلوه جدا، فيها جو حلو جدا، جو مشجع للاستثمار وللعمل وللامان وللاستقرار السياسي والاقتصادي، ما فيهاش اي مشاكل ولا توترات. انت بص في افريقيا دلوقتي فيها كام دوله فيها عليها نزاع؟ طيب، او ونزاعات خطيره ما بتتحلش في سنه ولا في سنتين، يعني تخش كده تلاقي المشكله بتطول. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشجع ونستمر، واشترك في القناة وشارك الفيديو عشان توصل المنفعة للكل. شكرا جدا، كان معكم مهندس ومعلم أسامة.